بتاع الاناس في الريسيفر بتاعك والطبق بتاعك على قمر معين، انت ما بتوجهش على القمر، تتوجه على مدار. مظبوط. المدار بتاعنا مدار مهم جدا اسمه مدار 7 درجات غرب، تمام؟ انت ما مليتوش بالكامل المدار نفسه، المدار بتاعك انت ما خدتوش لمصر بالكامل، فسبت جزء من حيزك فشغلوا حاجة اسمها القمر الفرنسي يوتلسات. مظبوط. فالخناقة الأولانية خالص كانت موجودة مع القمر الفرنسي على انه انت ازاي انه انت بتطلع قنوات للإخوان. وده مش حقيقي، ما بيحصلش، حتى ان في احكام قضائيه طلعت تدين النايل سات بانه لازم يقفل قنوات الاخوان، هو النايل سات مالوش دعوه بيها وما بتطلعش على النايل سات، بس انت بتدور على 7 درجة غرب عشان النايل سات، فيقوم يطلع لك على اليوتل سات قنوات الاخوان، وبيطلع عليها قنوات مقرصنه بتسرق المنتجات الافلام والمسلسلات وخلافه وتنزلها وهي لسه في السوق بقالها يوم ولا اتنين. مظبوط. 99% من قنوات القرصنه اللي موجودة في المدار ده تطلع على اليوتل سات، هي 99% منها قنوات مصرية، قنوات مصرية، قنوات القرصنة، يعني القرصنة قنوات مصرية. بنسبة 99% تقريبا. ودي طالعة على اليوتل سات، على اليوتل سات، على الفرنسي. خلاص، ده جزء من الخناقة اللي موجودة عندك. الجزء الثاني انه ما ينفعش وانت بتطلع قمر في الفضاء ان حضرتك تشتغل هنا بالفكر الحكومي. بمعنى انه من كام سنه راح طالع قطر، راحت عامله مدار وطلعت قمر واتنين، وابتدت تعمل تعاقد مع العرب سات اللي كان وقع، وابتدوا يعملوا تاخي او يعني شراكه، دمج يعني، او يعني توحيد في السياسات، وابتدوا يسحبوا منك زباينك. يعني سهيل في نفس المدار 7 غرب؟ لا، سهيل بقى على يعني عرب سات على 25 وعرب قريب منه 27 حاجه كده. كويس. فحضرتك عشان تشتغل على القمر الصناعي في عندك قنوات اسمها قنوات البايونير. البايونير دي قنوات الرياضه، ودي بقت تكاد تكون بي ان بتحتكرها. وفي قنوات منها زي الام بي سي وقنوات مهمه كتير. اللي حصل في الفترة الأخيرة إنه، وكان باين من سنين يعني حصل، أنا شخصيا وبين قطر في أيام ما كنت في وزارة الإعلام في وقتها في 2011 ابتدى الاقتراب في الحتة دي، إن هو عاوز يخش السوق بتاعك، ابتدى يسيطر على بعض الحاجات. طبعا كنا بنتصدى لده، المجتمع المصري ما فهمش المسألة دي وقصر الموضوع على إنها خناقة على قناة الجزيرة. الموضوع كان متعلق بالأمن القومي بشكل مباشر يعني. فابتدوا يسحبوا قنواتهم البي ان من هناك. بيسحبها ازاي؟ هي انت بتفتح على النايل سات تلاقيها وكل حاجه، بس هو بيسحبك تدريجيا، انه بياخد قنوات البايونير اللي التعاقد بتاعه بيخلص على الريسيفر بتاع البي ان، يقول له والله انت التجديد بتاعك هيتم على سهيل، فبيجبرك الرياضه سرعه مطلوبه، فبيجبرك انك تقلب القمر بتاعك على اتجاهه. فاهم قصدي؟ يعني حضرتك هتضطر عشان تدور على قنوات الرياضه اللي هي قنوات البايونير انك تقلب على اتجاه. يوم حضرتك بعد سنه 2 3 تيجي في بطوله كاس العالم في الفتره اللي جايه، او بطوله العاب الاولمبيه في الفتره اللي جايه، هتلاقي ان قنوات الرياضه هناك، ودي حاجه مرغوبه جدا، فتبتدي تعتاد على انك انت موجود هناك. وبعدين يبتدي بعد كده يسحب منك القنوات بقى بتاعتك.